نشوفوا الآن، شوف الشاشة أمامك، شكون اللي استدعاك اليوم عندنا؟ حياة بنتي. حياة. حياة بنتي. السلام عليكم بابا. حياة بنتي. لا لا ما أدري. من خليتي الجاي؟ من الأشياء العجيبة والغريبة. الإحساس اللي قلته وأكدت لنا بلي حياة من ضمن الناس. حياة بنتي. مانيش نقول بنتي. ما يحسها غير الأب. مانيش نقول بنت واحدة أخرى. بنتي أنا. سبحان ربي العظيم. القصة تاعها كبيرة وعمر ولا حوس نعرف القصة تاعها وشكون باباها وشكون ما حوش عليهم. أنا ربيتها، أنا زوجتها. واليوم إذا عدت تقعد عندي بنتي. بنتك. بنتي. اسمع واش حبيتي تقولي له حياة؟ السلام عليكم بابا. اسمح لي عييتك في الطريق. بغيت نقول لك نرد لك اعتبار تاعك. رديتني، لقيتني بيبية صغيرة، رديتني مرا، حتى اللي زوجتني حطيتني في بلاستي. احنا نحاولوا نجمعوا الشمل. سي محمد راه بوزر امامك، اضغط عليه وانت حياة الضغط عليه، الله يرضى عليكم. واللي فات مات. اسمح لي بابا عييتك. ما عييتيني والو. انا بالي عييتك معايا. فاش عييتيني؟ صحيت عليا. صحيت لي كبرتني ورديتني مرا. سيف عليا بالسيف.